محطات العمر قصيرة مهما طالت، محطة تنضجك ومحطة تقويك ومحطة تعلمك كيف تكون لوحدك، وما بين كل هذا يجب أن تكون متيقظاً للنزول في المحطة الأخيرة ومعك ما ينفعك فقط. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج المحطة، وهذه الأمسية الرمضانية الجميلة مع ضيوف الأكارم. اليوم ضيوفي هم يعني دخلوا إلى قلوب الناس بدون استئذان، بسبب إنسانيتهم، بسبب مواقفهم النبيلة اللي خلت الناس يوم بعد يوم يعني يحاولون أنه يأخذون من صفاتهم أو يقتدون بهم. ضيف الأول هو العقيد عزيز ناصر، مدير إعلام شرطة بغداد. حياك الله، حياكم الله، رمضان كريم عليكم وعلى متابعيكم، حياكم الله. ضيف الآخر هو الأستاذ هشام الذهبي، رئيس مؤسسة البيت العراقي للإبداع. حياك الله ورمضان كريم. حياك الله وحيا الله كل المتابعين، ورمضان كريم، يا رب صحة وسلامة للجميع. يا رب للجميع. يعني ذكرت أنه دخلت إلى قلوب الناس بدون استئذان، هذه هي ملكة من رب العالمين مرات؟ خلي أبدو إياه. خلنا نبدأ يا أستاذ هشام، أخونا وأستاذنا. والدك بعدين هاي نرجع هاي بعدين لها. نرجع بابا أكيد هذا توفيق من الله، أكيد توفيق من الله، وبعدين رب العالمين عادل وكل شخص ينطي استحقاقه ونصيبه بالدنيا، فجوز يعني أنا أعتبرها مكافأة من رب العالمين. يعني حب الناس هذا فد شيء غاية يعني صعبة المنال فعلا، أنه إن أنت اليوم تمشي بالشارع والناس تحبك وتجي تسلم عليك، انا اشوفها في شيء كل الشيء مو لغايه، لمجرد انه حتى ما تربطك علاقه بهم، او تسمع ناس تدعي لك في ظهر الغيب، او الناس تذكرك بخير، هذا في شيء انا اعتبره يعني اقول نعمه من نعم الله علينا، اتمنى ان تدوم وانه عفوا كل الناس تحظى بها. حلوه هي محبه الناس، هي فعلا نعمه، وفي بعض الاحيان الشهره مرات هم مؤذية في الشارع. طبعا. خليني أشوف رأيك. في البدء أستاذ هشام تحدث عن موضوع مهم، أنه الله سبحانه وتعالى يرزق إنسان بمحبة الناس دون مقابل. مثلا المجال اللي يشتغل به أستاذ هشام مثلا ومجال الطفولة، الكبير بالعمر واللي ما عنده مشكلة بعائلته وما عنده طفل مشرد، وهذه يعني خم ما مستفاد شيء من أستاذ هشام، أو ما عنده مصلحة يمه، لأن هو الرجل يعني يشتغل في مجال معين يعني. فعلا. ونفس الحالة أيضا إحنا هم نفس الحالة، شغلنا قريب على شغل أستاذ هشام، خصوصا أنه أغلب الحالات تجيبها لأستاذ هشام، وعدد كبير من الحالات إحنا اشتغلنا سوا بها من زمان طبعا. قبل أكو أكثر تعاون كبير ما بيناتكم، أكثر من 10-12 سنة تقريبا راح يصير. صح. 12 سنة وين كان شباب. اليوم هو راح هو ده يتحارش بيك يعني. لا راح يتحارش، خلي براحته، خلي براحته. انت هسه حاليا هادئ بس بعدين من كان شباب. فكنا الحمد لله والشكر اشتغلنا على عدد كبير من الحالات. يعني الحالات اللي اشتغلنا، بالمناسبه الحالات اللي موجوده من الاستاذ هشام هي جزء من الحالات اللي عايشها هو، وجزء من الحالات اللي جبناها يعني سواء الاستاذ هشام او باقي دور الدوله طبعا. نعم. وبصراحة هي مو فقط مجال أنه يتيم وما عنده أب وأم، لا، ممكن يكون عنده أب وأم ويكون مشرد هو، ويتم العمل على قدم وساق من أجل رعايته ومساعدته. إضافة إلى ذلك أنه أكو قضايا عديدة اشتغلنا عليها، بس مع ذلك مثل ما نوهت جنابك أنه موضوع الشهرة هم سبب لنا مشاكل هواي، من ضمنها أنه أثر على وضعنا العائلي طبعا، أثر على قضايا أنه مرات شغلات مو بيدنا، مثلا قبل نطلع بالجو ما تقدر تتدخل بيها او كذا، الناس ما تفهم هذا الشيء، يعني الناس ما تعرف انه اكو بعض القضايا مو شغلي مثلا، او مو ما اقدر اثر بيها. يعرف انه هذا الشخص معروف ومشهور وكذا، وممكن هذا يكون مؤثر مثلا. نعم. مثلا قضايا التعيين، قضايا المشاكل اللي تصير بين العوائل، وانا ضد انه اي شخص يتدخل بين زوج وزوجته، خصوصا في مجال عملنا، لان اي شخص يتدخل يسبب له مشاكل، مو فقط مشاكل مجتمعيه، ممكن تكون انت عنصر سلبي بهذا الموضوع بسبب عدم درايتك بحقيقه الموضوع. او تسمع من طرف واحد وما تسمع من الطرف الاخر. يمكن سياده العقيد ذكر موضوع جدا مهم، اللي هي المشاكل اللي تصادفكم بسبب عملكم. سياده هشام، انت واجهت خلال محطات حياتك الكثيره، من عملت بهذا الموضوع يمكن من اول طفل كان وياك الى هذه اللحظه، محطات كثيره مريت بها اشكالات، منها عدم الدعم، منها انه اتهامات كثيره يعني اجت عليك، بس كلها
صارت في الماضي، وانت حاليا جالس امامي والكل يتابع هشام الذهبي، ابو الانسانيه تسمى. الحمد لله والشكر. شنو على هاي المراحل شلون عديتها؟ يعني انا دائما اقول انه القضيه هاي اللي نشتغل بيها هي قضيه تستحق التضحيه، تستحق الايثار، تستحق يعني حتى لو تواجه العالم. يعني انا بدايتي كانت يعني المجتمع محاربني، المنطقه محاربتني، الحكومه محاربتني، كل الناس اللي داير ما داير، لان ما الومهم لان ما مقتنعين بالفكره، هم ما يعرفون انت بداخلك اي، لان شيء جديد عليهم. احنا قبل ما كنا يعني اكو مشردي او متسولين بس ما كانوا بهذا الكم الكبير فعلا، فكانت الناس ما تشوفهم، واغلبهم كانوا في سجون الاحداث. يعني كانت الدوله تلقي القبض عليهم وتخليهم في سجون الاحداث. نعم. ولكن بعد 2003 وجودهم زاد بالشارع، فاكيد يعني الناس ما متهيئه ان تتقبل انه انت تجيب مجموعه من الاطفال المشردين وتخليهم ببيت وباسم الابداع داخل. يعني انت تطلع من عندهم فد موهبه، مو فقط ذاك بدايه ما كان هذا الابداع، يعني كان انه انت تجيبهم وتخليهم بنص الاحياء السكنيه ويا عوائل، وما كانوا ما استساغوا الفكره، فكانت حرب اكيد. اضافه لهذا ان الحكومات في بدايه بعد الاحتلال، الحكومات اللي شكلت متعاقبه ما كانت متعاونه جدا، وكانت اكو مشاكل كثيره بيننا وبينهم، لان للاسف الشديد البعض، ما اقول كل البعض، المنتسبين بالوزارات يجوز لحد هذه اللحظه يعتبر اي شخص خارج الوزاره يشابه عمله هو عدوه. صحيح. يعني مثلا انه هشام الذهبي عنده دار اهلي للايتام او للمشردين، مو هسه احكي بالحكومات السابقه، احنا نحكي عن محطات كانوا يعتبرونه وكانه شلون متجاوز وخارق القانون. ومع العلم انا كنت دائما اطالبهم انه يشكلون لجان ويجون يفتشون علي، لا يفتشون علي، كنت اطالبهم تعالوا دققوا حساباتنا، تعالوا شوفوا الاطفال اللي عندنا، تعالوا شيكوا الاستمارات، تعالوا، لان انا اريد اقول لهم انه اني سند لكم، احنا نسد الثغرات اللي تتولد من الاجراءات الحكوميه. يعني تعرفين انت كل زين، يعرف سياده العقيد، المؤسسات الحكوميه بها بيروقراطيه كلش عاليه وقوانين. يعني هسه هو ياما وقع بمطبات بسبب شنو؟ بسبب يعتبر انه خرق القانون. مع العلم هي قضية إنسانية ولازم يتفاعل وياها كإنسان، هسه بغض النظر عن الرتبة العسكرية، قبل ما يكون هو ضابط هو إنسان. فبالتالي صارت في حالة يجوز يتفاعل وياها ويسوي، ينسى رتبته وينزل إلى يجوز تجي يعني توجيه، أنت مو من حقك تسوي هذا الشيء، ليش سويتي؟ إضافة لهذا نعرف كل زين أنه عنده عداوات كثيرة صارت. هذه الأشياء إحنا تعرفين كل عمل في أي مجال أكو مشاكل وعراقيل، بس شلون اجيب الشخص الصبور اللي يؤمن بقضيته وتكون عنده اراده واصرار ويتحدى كل هاي المصاعب ويغير بوصله المجتمع كله. يعني انا مثل ما قلت لك يمكن خلف الكواليس لحد 2014 انا مشاكل، يعني فعلا يعني انا ب 2014 قبل 2014 يعني بال 16 صار، لا بال 14 حلو من نجيب ضيوف واحد يدري عن اللافه اي لا يعني اخذوا مني تعهد شفوي انه حتى ما اطلع بالاعلام، بس تطلع بالاعلام نسد الدار، ناخذ الاطفال، نرفع عليك دعوه يعني قضائيه، يعني محاربه علنيه حد ما اجى محمد شاه السودان جزاه الله الف خير رئيس الوزراء الحالي، صار وزير للعمل ب 2014، دز علي اول ما استلم، فبصراحة أنا كنت خايف وبنفس الوقت كنت متوقع، قلت يجوز حالة حال بقية الوزراء راح يقول لي شو، فقال لي تدري ليش دزيت عليك؟ قلت له لا والله، بس أكيد هم راح تقول لي ليش فتحت لا سد، قال لي لا، قال أنت الشغل اللي تشتغله هو شغلنا، وأنت دا تسوي أشياء أكبر من اللي تسويها الوزارة رغم إمكانياتك بسيطة. فأنا صافي قلت له شو أسوي يعني هساني؟ قال ابواب الوزاره كلها مفتوحه لك، وش تريد تسوي؟ قلت له يعني اطلع بالاعلام هيك والله قال اطلع بالاعلام وقول عن لساني، قول انه انت عن لسان وزير العمل انه اني اشتغل احسن من الوزاره، قال هيك قول بالاعلام. طيب جزاك الله الف خير. حلو هذا شيء. احنا هو اشتغل حتى فتح وقت السيد رئيس الوزراء الحالي، نعم اشتغل على ملف البيت الامن اللي موجود، احنا دار المسنين هو افتتحه. ايه دار المسنين ايضا، بيت الامن مو مالتكم، الثاني البيت الامن اللي موجود، ايه مال طبعا هذا كان تحدي
بالمناسبة طبعاً. هسه مرات البعض يسألنا ليش مستبشرين خير انه بسيد السوداني؟ انا بعيد عن السياسة، ما لنا علاقة بهذا الموضوع، ولكن لا هي نقاش. حتى واحد يكون صادق يعني. كنا معاناة عندنا بالفتيات اللي ينهزمون من بيتهم بعد 20 21 22 23، للمرور لحد ما توصل 50، كون انه اكو ضابط بدار المسنين لازم يلا يستقبلوها. فكان اكو حاجة ملحة لفتح دار لهذا الموضوع، فاشترك انا ذاك كان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، واشترك بقضية انه فتح هذا الدار والعمل على تهيئة ارضية خصبة لمساعدة ايضا، يعني كان الموضوع مو سهل يعني. كان الموضوع هو بالمناسبة حتى وكان في وقت تحدي مالي، وكانت اصابات داعش موجودة بالبلد، وكان اكو مشاكل مالية بوقتها، بس يعني صار تعاون كبير من كافة القطاعات وقدروا يفتحون هذا الدار. حتى استاذ هشام يعني انا لما قلت انه ب 2016 عانى من قضية الأرض بوقتها لما صار الموضوع هذه الأرض هذه صارت يعني قضية رائعة. اي بال 17 عفوا. لا دائما اضحك واقول يعني انا استلمت الأرض بزمن دكتور حيدر العبادي، كملت المعاملة بزمن دكتور عادل عبد المهدي، بلشت بالبناء بزمن الكاظمي، افتتحت بزمن محمد الشاعر السوداني. قلت له يعني انه تفتح لك دار للأيتام تحتاج أربع حكومات، يلا تكمل الله يعيننا بالدار الجديد مال المسار الجديد. لا لا ان شاء الله الدار الجديد اول ما يبني اول ما يكمله. انا قلت لكم قبل الجو 24 ساعه انا املي ان شاء الله ما عندي مشكله. حلو هذا هي بغض النظر احنا ننقهر انه عندنا هذا الكم الهائل من الناس اللي ما عندها دار يؤويها او اهلهم ما يريدوهم او المتسولين او غيرهم، لكن بنفس الوقت نكيف انه اكو اشخاص يتعاونون ما بيناتهم حتى يامنون حياه كريمه نوعا ما لهاي. بس استاذ هشام حكى عن قضيه المشاكل والتحديات اللي يمر بها الانسان لما يشتغل بالملف الانساني. اخطر ملف ممكن انسان يشتغل به هو الملف الانساني. ليش؟ لان ممكن يؤول من ضعاف النفوس بطريقه خاطئه. فعلا. خصوصا انه احنا هسه مثلا اضربك مثال، انا اي فائده ماديه او معنويه من قضيه يعني سواء فائده في عملي وظيفتي او فائده ماليه من قضيه ذول اللي موجودين بالشارع ما حصلته وعده معلومه من بدايتي لحد هذه اللحظه. انا اشتغل بهذا الملف 2008 بلشنا، ويتذكر رجل بالمناسبه معاناته كل شويه لما بدا، يعني درجه انه صار طعن بي، كان الطفل الصغير اللي نروح ناخذه من المستشفى تصير عندنا مشكله شلون انه نقدر نحافظ عليه حتى لا يتم مثل سرقته، لا يتم التجاوز عليه، لا يتم بيعة. يعني هواي تفاصيل تحديات هي هسه مو محل انه نتحدث بها، بس اكو تحديات كبيره. يعني اضرب لك مثال، قبل فتره صارت حاله تعنيف وصارت قضيه راي عام. نعم. الاطفال اللي كانوا نايمين وجابوهم بسطهم، وهذه هذه احنا في يومها يعني لا اراديا. بس اقاطعك بمفرده يا سيادة العقيد، تلقائيا من طلعت هذه الحادثه تلقائيا شفنا ردات الفعل بسرعه. هشام الذهبي العقيد انا تواصلنا يعني هذا ايش قد اكو ثقه عند المواطن بيكم. انا يوم امس ايضا اكو 5 اطفال كانوا بالكاظميه. احنا المشكله التاكات دا تجي يعني الاسماء معينه واعدادها مو هواي الاسماء. نعم. طبعا هذه الاسماء اكيد مثلا يريد يتغدى، يريد يصلي، يريد يشوف عائلته، يريد ينزل مجاز. يعني احنا ما عندنا هذه السالفه يعني صارت يعني. اضافه الى ذلك احنا حتى عوائلنا بتعاني من قضيه انه احنا النار كلها ملتين. نعم. بقضايا طبعا هذا كل واحد كل كيس ستدي من عندهم كل حاله بها فد شغل كل شوي. نعم. مثل حاله اشتغل عليها مثلا 2017 الى هذه اللحظه هي ما كملت حاله. مثل شخص مشرد عائلته في جهه وهو في جهه وهو من اخواننا المسيح و جنسية ما عنده، وبعدين رحنا للموصل شيكنا الأوليات مالتهم، بعدين طلعوا أهله مهاجرين وكأحد من إخوانه قال هذا مو أخويا، بعد ذلك تأكدنا من دوائر الجنسية ورتبنا أموره. يعني أمور طبعا هذه كلها بالمناسبة هذه الإجازة مالتك يوم الجمعة والسبت اللي تحصلهم تقضيهم، يعني لو رايح المعاملته، لو رايح تدور على أهله، لو رايح أكو ناس يعينوننا بهذا الموضوع متطوعين طبعا. نعم. جزاهم الله خير الجزاء، قسم عندهم موجودين خلف الكواليس، ولكن نرجع ونقول هذه التحديات صعبة جدا. أضرب لك مثال حتى لا أنسى مثالي. الأطفال اللي صار تعنفوا بصراحة احنا يعني مباشرة تحركنا على الموضوع، صار تحرك. لما صار تحرك
الناس كلها نشرت انه يتم متابعه الموضوع وهذه، يعني انا ناطق رسمي اسمها رعايه الطفوله اضافه لواجبي. نعم نعم. فكتبت الموضوع متابع فقط هذه الجمله. البعض استغل هذه الجمله، الاطفال راح ينقتلون بسبب عزيز ناصر، الاطفال راح يصير هيك شيء بسبب عزيز ناصر، الاطفال ما راح يلقون سبب. يعني زين انا شلون ممكن اتعامل وياكم حتى اقول لكم يابا انه احنا بدنا نبذل جهود حتى نوصل لهم؟ يعني شلون ممكن اطمن؟ وصلتني الفكره فراح اتابع، راح اتابع الموضوع. طبعا هذه ليله كامله حد الصباح الباكر. ايضا اكو صار تحرك من السيد معالي وزير الداخليه مشكور. نعم. تحرك على الموضوع وتفاعل يا جدا. وكلف جهه مختصه عندنا بالوزاره، يعني هذه الجهه قدرت تحدد 10 اماكن وتجولت في هذه العشر اماكن اللي ممكن يتواجد بها. وبعد ذلك وصلنا الساعه 3:30 الصبح، وصلنا الى مكان تواجد الاطفال الاثنين وابوهم الساعه 3:30 الصبح. يعني ماكو نوم، ماكو راحه. المشكله شوفي اكو طفل ثالث كان موجود بالحادثة ما ظهر بالفيديو مال التعنيف. نعم. هذا الطفل كان بغير منطقة، وأيضا انتقلنا الساعة 8:15 الصبح صباحا. اكتشفتوا شو وقت اكتشفتوا انه اكو طفل اخر وهو ما بعد القاء القبض عليه؟ طبعا امه كانت جاي بالسيارة، امه. نعم. امه ايضا يعني من اول لحظة صارت الحادثة وصلنا لام الاطفال وكانت جاينا بالسيارة، وكنا نتحرك يعني بمناطق معينه من بغداد، واكو تفاصيل هواي صارت قضايا امنيه ما اقدر اتحدث فيها. نعم نعم. بس بالمقابل بالعموم اقاطع الاستاذ عزيز، احنا مشكلتنا عندنا رده فعل انيه تستمر يومين ثلاثه وبعدين تنسى القضيه، ننتظر قضيه اعتداء جديد على طفل نستمر وياها ثلاثة ايام وهسه هي نسيت القضيه وبعد ما حد يجي بطاريها. هسه احنا ملتهين بالخمس اطفال اللي موجودين، هسه منو ملتهي لازم يساعدهم، لازم احنا نفسنا احنا اللي طلعنا بالبدايه. هي هذا شوف هذه يسموها الرعايه اللاحقه. هذه هي بصراحه هي المعاناه، مو المعاناه باللحظه اللي نأدي بها الواجب، يعني سواء استاذ هشام او احنا او اي شخص يشتغل بهذا المجال. احنا ايضا ما نحتكر هذا المجال انه يعني حتى اكون صادق وياك. اي شخص يجوز انت جنابك ممكن انه بالشارع وتلقين حاله المعاناة بعد الرعاية اللاحقة، مثل ذول الأطفال ورا ما صار اكتشفنا أنه ما عندهم مستمسكات مثلا، أنه الأمة منفصلة، أنه عقد المحكمة وهذه التفاصيل، أكو هواي قضايا طلعت الناس ما تدري بيها، ما تعرف يقعدون يأولون ما تعرف. والناس بصراحة المشكلة السوشيال ميديا هم مؤثرة عندنا بالعراق فعلا. يعني مؤثرة جدا طبعا فعلا. وتحريك الرأي العام بصراحة أكو بعض الأشخاص دخلوا على خط تحريك الرأي العام، ذولا غلط يكونون محركين للرأي العام لأن نظرتهم سلبية ونظرة سوداوية، ومو كل شيء موجود هو ينشر. يعني يعني مثلا ما يخرج للإعلام ممكن يكون 1% أو أقل من 1%، سواء من حالات مثل التعنيف أو حالات الابتزاز الإلكتروني أو حالات جرائم اللي أكيد مو بالدولة الفاضلة، لكن أكو أمور تحدث بكل دول العالم. هي لما يصورون أنه الرأي العام هو يعني أوكي خلصت واستقريت وعشت حياة وردية، الرأي العام ممكن يكون يترك تبعات ثقيلة على الأطفال، خصوصا أنه مقطع الفيديو هذا ما ينمسح لمئات السنين فعلا. وأيضا أنا لما أكبر أشوف مقطع فيديو لي أنا والدي عنفني، شنو نظرتي لوالدي بعد؟ شو ممكن أنا ممكن انه اتقبل والدي؟ زين هو منو النشر توصلتوا انه الام؟ هذه ايضا رساله من خلال برنامجكم. ايه؟ رساله مجتمع. نعم. حتى اعتقد استاذ هشام هم يعاني من عندها، انه قبل فتره مثلا جبنا له طفل، ورا فتره الطفل طلع النوب، رجع هو استلمه النوب، طلع النوب حتى شكله تغير هو، فلقيناه تحت احد بسطات الفواكه والخضره ببغداد جديده. يعني وضعه كان مو طبيعي، اعتقد يعني كان مو بحاله طبيعيه، عمره اعتقد 8 سنين لو اكثر، طلع هرب لو يستلموه مره تستلمه. فجبنا الاستاذ هشام، انا صراحه سالته قلت له انا شايفك ما اعرف شنو، بعدين هو قنعني انه هو يعني ما شايفه قبل، لان شكله بدا يتغير. نعم. تعرفين الطفل شكله الطفل اكيد يتغير اكبر. اي فجبته الاستاذ هشام، اول ما طبعا الاستاذ هشام راسا عرفه يعني. فتحدث لي انه هيك وضعه وهذه، فبقينا يمه بقي مس هذه الشام، مره فتره بدات تراجع عليه اعتقد عمته، مرات عملين هم اصلا كانوا يعني. هي شوفي ست، احنا ما دامنا عندنا فراغ بهذا قانون حمايه الطفوله وما مشرع لحد الان، وللاسف انه الناس يعني ما اريد اقول ان هي تستهين بالقانون العراقي، وانما اصبحت
عذرا لاستخدام هذا المصطلح، عندها صلافة بالموضوع. يعني اكو شخص هو يعذب الطفل وهو يصوره هو ينزل المنشور. فعلا هذه شفناها الحالات. اي يجيب طفل ويعطي مشروب مشروبات كحوليه ويخليه يشرب ويصوره وينزل ومفتخر بهذا التصوير، او يخلف 7-8 أطفال بدون مستمسكات ويطلق الام لان هو اصلا خارج نطاق المحكمه متزوجين والجناسيهم الام بعدها باكر والاب ما غير متزوج ويخلفون اولاد بدون مستمسكات. موضوع مهم جدا. هذا كله هو استهزاء بالقانون واستهزاء بالاعراف والشرع وبكل القوانين السماويه والارضيه. من انت تخلف لك 7-8 أطفال بدون مستمسكات، هاي كارثه حقيقيه تاثر عليهم. ليش؟ لان يعني هم يعرفون كل الزين، يعني وكانهم هم امنين بالعقاب. والدليل ان احنا للحد هذه اللحظه يعني كنت اتمنى انه اي شخص يسيء الادب او يعتدي على طفل يقدم للمحاكم ويتعاقب ويطلع للناس انه هذا انحكم هلقد، حتى تكون رادع قوي. ليش؟ لان انا اليوم كل الناس تسال وين فلان اللي كان، وين هاي البنيه اللي كان خالها معلقها بالبنكه ويضربها بزمن شو اسمه، تحياتنا الأستاذ قاسم العرج كان وزير الداخلية من جابوه والقوا القبض عليه، وشنو صار مصيره؟ بعد الأم اللي أغرقت أولادها بالتانك مال المي، الأم اللي شمرت أطفالها بدجلة، الأب اللي يعنف، الأب اللي كان يحرق ويشوب الطفل. عذراً أستاذ هشام، يعني ما إلهم فت. لا هو. لا يجوز نحكمه، بس إحنا ما عرفنا بالموضوع. إحنا نتمنى أن تطلع العقوبات هذه. حتى النص الإدارات للعلن مثل ما صارت عليها، مثل ما صار بالبداية، حتى أولا كمجتمع أنا كمواطن عادي حتى تكون لي ثقة بالحكومة وبالأجهزة الأمنية، أقول والله جزاهم الله ألف خير وعافية عليهم، وصلوا للجاني بسرعة وحاسبوا. العقيد قال حكاية هم حلوة، مو هي الناس تدور على الفضيحة بس ما تدور على الأشياء الجيدة. أنا أدور على هاي الأشياء حتى أرتاح، بالي أرتاح. يعني أنا دا أتعب من هذا الشهر إنه أمي قتلت أولادها أو كذا، بس من طبت للسجن وحاكموها وكذا، هذه ما تنشر، هذه ما تنشر. هي مشكلة. موافقات قضائية. موافقات قضائية. ما يخالف أستاذ، إحنا يعني يعني هو الموضوع طلع. فالناس تريد، بما انه طلع وكوزاره الداخليه صدت للموضوع، الناس تريد شنو اللي صار بالموضوع ما بعد تبعات هذا. ليش؟ لان اخفاء هذه المعلومات وما حد يدري بها تخلي غيرهم يتجرأ يسوي نفس الاشياء. ليش؟ لان يقول لك جسم طلع وماكو مشكله. احنا اليوم عندنا كم كبير من المشاكل. يعني انا البارحه مستلم 2 أطفال جايبهم، نفس الشهم جايبتهم امهم خليتهم يم ناس تدفع لهم فلوس، يقولون من الشهر 11 لليوم ما ندري بها، غلقت تليفوناتها وبعد ما نعرف ايش يعني. فاكو مواضيع يعني اليوم اكو ناس تستشكل على قانون حماية الطفولة. بالعكس هو هم ما قارينه، لا مو هم يخلطون ما بين العنف الاسري. لما يروح يشتكي على ابوه يعني الاب ماكو هيك بالقانون، ما يفهمون هذا القانون. القانون عندنا ماكو بي. القانون يلزم الدوله بحمايه الطفل. يعني انا اليوم هذول المتسولين اللي بالشارع هذول ما يستحقون ان اشرع قانون يحميهم من ابائهم اللي يطلعونهم للشارع؟ الاب اللي يعنف اولاده وينشر، هذول ما يستحقون ان اشرع قانون يحميهم؟ عذرا خلي نوعي الناس. فعلا سياده العقيد، بعض الناس تفهم القانون على انه ممكن مثل اوروبا انه طفل جوز ابوه صيح عليه راح اشتكى عليه. هذا القانون يختلف. لا ست لا تنسين انه احنا عندنا عادات وتقاليد، احنا الدستور انكتب وفق للشريعه الاسلاميه. احنا قبل كل شيء ان احنا مسلمين وعندنا قوانين وعندنا اعراف وعندنا تقاليد. فما ممكن المشرع العراقي يتجاوز هاي، لا مستحيل. ولا يفكر انه يسحب طفل، بس من اسحب طفل من ذول المتساويين بالشارع من الاب او الام المستغله، يستحق له ما يستحق اسحبه واخليه ببيئه امنه يدرس ويتعلم واطلع له مستمسكات، ما يستحق هذا الشيء؟ خليني اسالك، بما انه انت جبتها على هذا الموضوع، الطفل في دار يبقى لحد عمر 18؟ لا
لحد ما يكمل دراسته ساعدنا طلاب كليات. انت تقصد الدور الحكوميه؟ اي الدور الحكوميه هاي ما لا يعني بدارك بالنسبه لي لا يخلص كليه ونلقى له وظيفه وبعدين نلقى له بنت الحلال ونزوجه ونساعده انه ياخذ بيت او ياجر او ياخذ قطعه ارض ويتعين يعني، يعني عكس ما موجود في الدور الاخرى. يعني هسه هو الدور حتى الدور الدولة يعني ده تسعى من أجل أنه تعدل هذا القانون لأن بصراحة هي مشكلة كبيرة. هم يبقون يشتغلون. يبقون مو هي مسألة مو بس مسألة أنه أنا بقي، المسألة أنه شلون أأمن لمستقبل. يعني جوز إحنا في بغداد الدور اللي في بغداد لأن بغداد العاصمة وسيادة المحافظ يعني يجوز يشرف مباشر على الموضوع يقدر كثير من العقبات يعديها يسهل أمور، بس المشكلة الحقيقية بالمحافظات فعلا. بالمحافظات أنا من أروح أشوف مأساة حقيقية في الدور. يعني أنا في يوم كنت في محافظة قال لي إحنا عندنا تسعة والله وعندنا مش قلت لي أخذ أعطيني هم التسعة خلنا أعيش لك يا محسن عيشة. قلت له تسع أطفال بمحافظة، قلت له اللي يتخرج منكم خليه بحمايه المحافظ، خليه بديوان المحافظه، خليه باي مكان، يعني مو مساله. وبنفس الوقت انا طالب الحكومه وطالبت دوله رئيس الوزراء خلوا لهم مثل تعيينات بالشرطه بالجيش باي مكان بالامانه، هذا ثابت مثلا خاص لهذول الفئه اللي يتخرجون من الدور حصريا. خلوا هذول يتعينون حتى على الاقل نامن له حياه كريمه حتى لا يتجه غير اتجاه. ثق بالله اللي يطلع من الحلة يجي بابي يقف، اللي يطلع من الموصل يجي بابي، يطلع من بغداد يوقف بابي. هذول بعد 18 سنة. وذاك اليوم آخر واحد اللي سويت بي مناشدة وكنت عصبي، جاي واحد فايت بالباب قايل له شنو أنت الفجر بعد ما هذا، قايل له والله جاي أدق عليه ما حد يفتح لي الباب، قايل له طين روحك خلينا صورك وهسه يدخلونك. هذا جاي مطين روحه من فوق لفوق وجاي يصوره. هذا رأسا يعني صدق ضجت، نزلت فيديو قلت هسه ذاك راح ينزل راح الناس تصدق انه احنا من طبوه. قلت لها دولة رئيس الوزراء يعني اللي يتخرجون عندنا نقولهم فرصة عمل. احنا استضافينا اكثر من شخصية بالبرنامج ووعدوا خير انه الرعاية الاجتماعية وغيرها. خليني اروح وياكم لفاصل شوية وبعدين نرجع. مشاهدينا متواصلين وياكم لكن بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين بهذه الأمسية الرمضانية الجميلة مع ضيوفي الأكارم، والحديث يطول لكن أكو شيء انتبهت عليه بيناتكم أستاذ هشام والعقيد عزيز. تقول له بابا ليش هاي؟ طبابة خير. هو طبابة خير. هو مشاها علي يا ابني. أي. والله يفتخر بهشام الذهبي طبعا. عشنا فترة طويلة مو قصيرة يعني، بس مو ذاك الفرق بالعمر يعني. لا صار لنا 15 سنة سوى. نعم. الأب الروحي. الأب الروحي ممكن. لا علاقتنا أنا وهشام الذهبي أكثر من علاقة أصدقاء. تواصلنا في لحظات صعبة. نعم. تذكروا لي شلون بديت؟ هو بديت أكيد بديت متسول يعني ماكو غيره يعني. مسن. مسن مو؟ مسن شو اسمه كان الله يرحمه اللي مات اللي سوى الشعر لما كنت أعتقد ملازم. نسيت اسمه الله يرحمه اللي اخوه اللي سوى شعر على اخوه ان اخوه ماخذ حصته بالبيت وراتبه الله يرحمه توفى. هي كانت بدايتها هيجي وتواصلنا على قضايا كثيره طبعا، واغلب القضايا تواصلنا عليها ما طلعت بالاعلام بالمناسبه، وايد تفاصيل يعني خلي يعرفون المشاهدين انه انت مو كل القضايا اللي لا 1% يعني يعرفون انه اكيد يعني انا هسه مثلا الرسائل اللي تظهرها للاعلام هي فقط اللي تريد توصل من خلالها رساله، رساله للكل. بعض مثل الحالات يعني يعرف عزيز انه دور الدوله لازم اكو قوانين يعني الدخول وبيه مستمسك كتاب من السيد القاضي وهو مرات صادف حاله يعني انسانيه ويعني مرات يجوزه مو بالواجب، يعني ما يقدر يعبرها ولا يقدر يقول يعني مثلا أجلها غير يوم لأن هو بالشارع، فوين يتواصل؟ إحنا بصراحة شوية خارقين القانون بهذا، مو له مستمسك لأن نقول طفل بالشارع يعني أنا أقول له تجيب مستمسك الحالة الإنسانية تحكم. ايه تحكم. ف يعني صارت علاقتنا كلش قوية ما شاء الله عليه، تجيب ويذب علي. اشتغلنا هواي. فقلت لك علاقتي بهشام كلش بسبب هذه العلاقة التواصل بيناتنا. اكو بعض الاصدقاء ايضا المشتركين يقولون انت بهشام الذهبي لقاك
ورباك على على قولت الأب الروحي. سيادة العقيد اليوم قضية المتسولين، هذه القضية اللي يعني لا زالت يعني موجودة، وش ما نحاول نخلص من عندها تتفاقم أكثر وأكثر، والبعض يقول إنه هي مافيات، البعض يقول إنه هي شركات، البعض يقول إنه ذولي بالدم صار عندهم بعد ما يقدرون يعوفون هذه المهنة اللي متخذيها هم مهنة. حتى قمنا ما نعرف منو الفقير ومنو اللي مو فقير. صحيح. طبعا أنا سابقا ما ذاكر إنه أستبشر خير بقضية حل مشكلة المتسولين بالعراق، ما قايلها، بس الفترة الأخيرة أقول أستبشر خير بقادم الأيام إنه يكون هناك حلول، خصوصا إنه دولة الرئيس معول على قضية حل هذه المشكلة، وأيضا هناك جهود حكومية لهذا الموضوع. حتى أعضاء هيئة رعاية الطفولة من الوزارات عندهم رأي إنه يحلون هذه المشكلة اللي موجودة. على المستوى الشخصي قدمت مقترح، ممكن نسوي مثلا قاعدة بيانات المتسولين الموجودين في التقاطعات اللي مستحق راتب نعطي راتب. نعم. وراتب الرعاية الاجتماعية موجودة. يعني حالة حال الرعاية الاجتماعية. ممكن يعني اللي مستحق راتب، بس هي المشكلة الكبيرة إنه العمل أغلب من اللي موجودين بالتقاطعات ما راح يقتنعون بهذا الراتب. يعني ممكن هذا الراتب اللي حصله خلال شهر ممكن يطلعه خلال 3 ساعات أو 4 إذا وقف مكان هو يعني يعتبره مميز أو ما شابه. إضافة إلى ذلك البعض من عندهم صار عنده مرض، هذا موضوع التسول وحتى النصب والاحتيال. يعني قبل أيام إحنا أكو شخص يعني يسولفولي من التسعينات، بس أنا بالألفينات شفته، يعني 2003 2004 2005. شفته إنه ينصب على الناس ويسوي نفسه مريض ويلقي نفسه بالشارع تجي الناس تساعده. بصراحة لحد ما ثالث مرة يتم تصويره وعرضه على الرأي العام هو مصر، ونحكم طبعا ونسجن، تكمل محكوميته وطلع من السجن ورجع يمارس نفس الوضع، يعني باعتبار صارت مرض عنده. فهذا مرض. المشكلة الكبيرة انه بعد نشر الفيديو دخلوا لي اعداد، يعني اعداد ما اقول بالمئات، احتمال الاف تصير، اشخاص اللي هو نصب عليهم مثلا أنا مريض وكذا أخذوني للمستشفى، وبالطريق يقولون أنتم خطفتوني أنتم كذا، خصوصا السيدات طبعا يستغل هذا الموضوع. أو مثلا شباب باب الجامعة، يعني برستيجة أنه مثلا طالبات وطلاب يدخلون للجامعة وهو يتجاوز عليه أو ما شابه بحجة أنه هو يريد مبلغ من عنده ويأخذ مبلغ، وصارت عدد من الحالات هذا الموضوع. إحنا كل تقاطع في بغداد موجود بمتسولين، وقضية حل مشكلة المتسولين تتطلب جهود وزارية ومجتمعية. جهود وزارية أقصد بها أنه مثلا أنه أماكن الاحتجاز هؤلاء ما موجودة بالعدد المطلوب، هو هذا، هذا الموضوع جدا مهم، واحد من أهم المواضيع في حل مشكلة التسول. وحصر عددهم طبعا، هاي واحد. اثنين قضية الأحكام اللي يأخذوها، يعني متسول مثلا يجي اليوم متوقف نعرض على السيد القاضي، السيد القاضي كفله أو أخذ تعهد عليه أو صار إجراء معين عليه. الإجراء بصراحة مرادع حتى أكون واضح ودقيق بهذا الموضوع، بس أنا صراحة اللي افتهمته الفترة القادمة إن شاء الله أكو جهود كبيرة، أستاذ هشام راح يكون جزء من عدها إن شاء الله. وأكو تحرك على هذا الموضوع، ونتمنى أنه هذه القضية السيئة اللي موجودة في تقاطعات، يعني أكو يعني أريد نعرف تفاصيل أكثر، يعني أكو اجتماعات مستاذ هشام، أكو اجتماعات، أكو اقتراحات. هو يقول أنا إن شاء الله أخلي أكون بعض يتمنى يصير متسول. شوفي ست، يعني من الأشياء اللي أعيبها على وزارة العمل، تحياتنا لوزير العمل والسابق والسابق اللي هم كلش أصدقائي، أنهم ما يدعوني لهيئة رعاية الطفولة ولا يستأنسون برأيي ولا يأخذون رأيي. ما أدري يعني شغلات شخصية، ما أدري غيره، ما أدري كره، ما أدري ما مقتنعين بشغلي، فشي راجع. مع أنه أنت في دول أخرى. لا، مع العلم الوزير صديقي، يعرفون الوزير صديقي كلش، ونتواصل يعني مباشرة أنا والوزراء، لأن الوزير كلش مقتنع 100%، بس أكل بعض ما مقتنع، هذا مشكلته. صدقين يعني أنا مستشار في بعض الدول، أعطيهم استشارات للأطفال مقابل أموال براتب، أقول له تريد استشارة مني حتى حل قضية. بالسودان، بالمغرب، بمصر، بلبنان، باليمن يردون يستنسخون التجربة مالتي، فيطلبون مني شلون نبدي، شلون شو اسمه. حتى المشكلة وين؟ إنه إحنا اليوم إحنا كنا بقارب واحد،
يعني أنا اللي دا أسوي ما ملزم بي، أقدر أقول حالي حال البقية، هذا شغل الدولة وهم غصبا عليهم يسوون هذا. بس أنا مو من هذا النوع، أنا أقول أي مشكلة اجتماعية هي مسؤولية الأسرة والمجتمع والدولة ومنظمات المجتمع المدني. ليش؟ لأن هذه إلى جذور وإلى أغصان وإلها الجسم، يعني موجودة بكل مكان، إذا ما تتضافر الجهود ما تنحل هذه المشكلة. إحنا يعني أنا لحد البارحة من جهة عليا قالوا لي اعطينا حل موضوع التسجيل، قلت له خلاص بسيطة والله أبسط من أماكن، نأسس الدور زينة وأجيب الكوادر أدربهم اللي يستقبلون الأطفال، نجمع الأطفال كلهم مثل ما قال الأستاذ عزيز، قسمهم اللي هو محتاج يسوي له راتب رعاية اجتماعية وتعهدات خطية من الأهل يطلعوا له مستمسكات ويرجعوا له المدارس، واللي متخذينها مهنة ندز على الأب تسوي له إنذار وكفالة آخر مرة، لأن أكو مشكلة أكثر من مرة يسوي كفالة آخر مرة وراها سجن. وما نستخدم السجن، نستخدم الغرامات المالية، لأن الغرام المواطن حتى هاي أوروبا ما صارت عدل إلا بالغرامات المالية. يعني تشوفين ترى هو الجيل الأول الأوروبي بالغرامات المالية صار عدل، فابنه من طلع للدنيا شاف أبوه ملتزم فتوقع أنه هو ملتزم لأن هو مثقف، لا ما يدري أن الأب خايف من الغرامات المالية اللي تكسر الظهر طبعا غراماتهم، فأصبح يلتزم بالقانون. إحنا اليوم هنا ما عندنا هذا الشيء، الابن يشوف الأب يخالف قدام عينه ويدري أنه ما راح يتحاسب الأب، كل شيء يسوي الأب، يطلع بالرون سايد، يضرب الإشارة، يتجاوز على حتى الابن هو اللي يقول للأبو مثلا يتجاوز، لا يتجاوز على المسؤول الأمني، يعني ترى ما صايرة هاي، يتجاوز على ضابط ويتجاوز على جندي على مرور على شرطة وعلى مرور، هاي والابن موجود. والأدهى من هما الابن والأب، الأب يأخذ ابنه ويروح للمدرسة يعتدي على مدير المدرسة وعلى المعلم قدام الطفل، فبالتالي هذا الابن مستحيل يلتزم بقانون، لأن دا يشوف إنه الأب قبله يركض بالأشياء السيئة والسلبية. إن شاء الله مثل ما قال الأستاذ عزيز، أي هذا اللي أريد قادم الأيام يعني نلقى لها حل، مو نلقى لها حل لو أكو أشياء قدمتوها. لا اليوم راح أكتب هالأشياء كلها، طبعا ما يريد يقول لنا، هو يريد هم يشتغلون بجانب وهم كل شيء عندهم زين، إحنا اليوم راح نكون جزء من هذا الموضوع اللي يشتغلون به، ويا رب نقضي عليها الظاهرة نهائيا، لأن والله بصراحة يحز بنفسي، هي القضية مو قضية 100 طفل أتكفلهم، لا القضية قضية ملايين، عشرات الآلاف، مئات الآلاف من الأطفال اللي قسم منهم بالشارع، وقسم منهم مرضى بأمراض قسم خطيرة، قسم عندهم مواهب لازم ننميها. هذا السؤال لازم أرجع لك بيه، بس خليني أروح لسيادة العقيد. أمن بغداد و اليوم انت في منصب يعني اللي هو انه مدير اعلام شرطة بغداد، احنا دائما نقول انه المواطن من يشوف الشرطة غير شكل عما يشوف الجيش وغيرها، لان الشرطة قريبة من الشعب يعني على تماس، يعني حتى احنا قبل من احنا اطفال شو يقولون من تريد تسأل تسأل عمو الشرطي، هاي معروفة. هذه الروح بعد هي موجودة لحد الآن نشوفها. إحنا بصراحة ليش هذا المواطن بدأ يعني يتجاوز بعض الخطوط الحمراء مع إحنا تحدثتوا ملف مهم، ملف إنه صورة نمطية بعقل البعض بالتجاوز هذه. طبعا هذا التجاوز أعتقد يعني قبل كان المعلم أو المدرس لما يفوت بشارع إحنا نفوت بغير شارع، صحيح ما أعرف إحنا اللي هذا جيلنا، يعني حتى جيل التسعينات هم يعني لحق على هذا الموضوع. هذه الفترة لما والله نرجف راجف، يعني حتى أكون صادق، كان عندنا مدرس أتذكر أيام المتوسطة، كان الله يذكره بالخير أعتقد اسمه أستاذ ياسح إذا ما تخوني الذاكرة، كان ما يبسطنا ولا يصيح علينا ولا كل شيء يسوي، بس مجرد يباوع علينا هيجي خزرة فقط وانتهى الموضوع، وإحنا استقر وضعنا والصف سكت والعالم ملتزمة، ونخاف انه مثلا لما يقول لنا مدير المدرسه او المدرس او المعلم تجيب ولي امرك،
هذه كارثه. يعني انت ما ادري ايش زين، انت ولي امرك شلون تروح تجيبه وتقنعه انه شو تقول له؟ شو تقول له مثلا؟ بيا 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 حيله طبله يعني. فعلا زين، لدرجه هسه خليني اكون صادق، انا على المستوى الشخصي دراسيا كنت متفوق بالدراسه، بس كان لما يجي والدي انا مكمل القرايه ومنتهي الموضوع وكل شيء ما عندي، تحس نفسك بس لما يجي لازم افتح الكتاب واقعد اقرا يعني. يعني هو اوريدي هذا الموضوع واضح يعني، هسه هذه الابجديات اختلفت. طبعا هذه مو فقط على الشرطه والجيش ولا لا، على الكل اختلفت. حتى اضرب لك مثال، اكو بعض القضايا كبار السن ما كنا نشوف هاي الاعداد موجوده بدور المسنين مثلا. شنو اللي صار وهسه الناس صارت بالطريقه هذه؟ شلون يعني؟ ما كنا نشوف هالقد متسولين بالشارع رغم هسه الانفتاح والوضع الاقتصادي والناس عندها سيارات وناس عندها بيوت. زين، ما كنا نشوف مثلا اكو قضايا بالشارع جديدة علينا مثلا، التجاوزات وهذه التفاصيل. طبعا السوشيال ميديا لها جزء كبير من هذا الموضوع، هذا ملف مهم جدا انه دخولها بفتاح سريع بدون محددات وتفاصيل عديدة، وهذه بصراحة تبقى هي ثقافة مجتمع. بس ارجع واقول لك بالوقت الحالي الحمد لله اشكرك. ليش قلت لك بالبداية انا متفائل الفترة القادمة، يعني متفائل اكو شيء يصير ايجابي للبلد، مثل الملف بالتوجه الجديد انه يكون بيد الداخليه ضمن المدن وخصوصا بغداد يعني، وصار تحرك كبير من عنده، والسيد معالي وزير الداخليه رجل بذل جهود كبيره لهذا الملف يعني. اكو حركات حلوه، اكو تفاصيل. عندنا الشرطه المجتمعيه ترى يشتغلون شغل يعني مو قليل فعلاً. اضافه الى ذلك حتى اقسام الاعلام، اقسامنا احنا اقسام الاعلام في القيادات يعني دا نشتغل شغل، وتجينا توصيات حتى على مستوى السيد رئيس الوزراء. اليوم اجى كتاب من دوله رئيس الوزراء يقول انه يحثنا على انه لازم نتعاون المواطنين، نرصد القضايا مالتهم، نتواصل وياهم، ننزل الشارع وياهم، نحكي وياهم، نشوف مشاكلهم، اي قضيه مشكله تصير لازم اليوم شخصيا من دوله رئيس الوزراء تعمم على كل هذا الموضوع. مهم جدا انه اكو تطور بالاجراءات، ونتمنى يستمر هذا التطور بالاجراءات، واكو خلق روح ما بين المواطن والشرطي او الشرطي. من هو ابن عمي وابن عمك واخوي واخوك وقاربي وقاربك وجاري وجارك، يعني مو فد شخص غريب على المجتمع جاي وجاي مثلا يؤدي خدمه عامه وما شابه. هي كل مؤسسه بها سلبيات مثلا، اكيد ماكو مؤسسه تخلى من السلبيات نهائيا، بس ما معناها انه انا ممكن اعمم سلبيه معينه عند فرد معين على مؤسسه بحجم مثلا وزاره التربيه او وزاره الداخليه. نعم. بس نرجع ونقول اكو تغيرات كثيره خصوصا في مجال التربيه. طبعا انا جاي الاحظ من خلال الرصد يعني حتى حالات انا مصورها موجوده وما نزلت للرأي العام، موجودة عندي محتفظ بها، عدد كثير من القضايا أنه صار تجاوز على المدرس والمعلم وحتى السيدات يعني هددها عشائر، قاومت عشائر إذا هيك أو كذا أو تفاصيل عديدة. حتى اليوم اللي نزل مقطع الفيديو اللي شفته يعني أعتقد هو يعني تابع لقضية المشكلة اللي نزلت يوم أمس أو أول أمس يعني حسب الرصد اللي جاني، أنه كانت مشكلة ويا مدرسة أو مديرة مدرسة، بعدين مديرة المدرسة عدت تنقذ نفسها أنه مصور هذا مقطع الفيديو أو ما شابه. وهذه مشكلة كبيرة بصراحة. يعني أفهم من كلامك سيادة العقيد أنه في بعض الأحيان تصوير الحادث يكون ضد الشخص اللي مصور؟ طبعا هو ماكو شيء. هسا احنا مثلا هسا على المستوى الشخصي يعني صار لي هذا برنامجي 2009 يعني 14 سنة بهذا البرنامج. نعم. 14 سنة أي متهم أصوره أستأذن ما عنده، ونزل استئذان للرأي العام من عنده انه ممكن اخذ صوتك مع انه هو متهم. نعم. هو اكو بيهم حقوق حتى المحكوم. انا استاذن من عنده اذا ما يوافق. نعم. ما نهائيا ما صور، وصارت انه بعض ما قال انا ما ادري صور، يابا شكرا جزيلا ثيم الله ما عندي احترام رايه. نعم احترم رايه، وهذا قانونا احترم رايه وانسانيا احترم رايه، لان انا ما جاي انه اريد انزل محتوى مثلا على مود انه مثلا احصل، انا ما محتاج اللايك، انا مثلا لا. هذا اللي نريد نوصل له عذرا. انت هوايه ذكرت انه عندك فيديوهات وعندك تصوير لامور هوايه انت ما منزلها على السوشيال يعني ميديا، يعني انت ما تدور اللي دا ينزل شفر. اللي دا ينزل 1% من اللي دا اصوره، واللي دا ينزل اقل بكثير بمئات او الاف المرات من اللي مصوره مواضيع اللي مصور. المشكله واحد لازم يحس بسمعه بلده. يعني هسه احنا باكر عقب احنا رايحين يعني مثلا. نعم. هشام الذهبي الرجل قضى عمره مثلا بهذا الملف، ملف طف. هو الرجل لا شفتي مثلا سوى عنده مصفحات يفترن ورا، هو خبرني قال تعال فصلني بطريقتك فصلني. قلت له انا بعيد عليك اذا اجي وارجع بعد ما لحق عليك، مع انه هو ابوك المفروض يعني المفروض. بس هو بعيد المشكله بزي وانا بجهه المنصور بالكرخ. فالقصد بس ترجعني اليوم يا رجع بس اخذ منك كروه.
فبالمقابل بالمقابل يعني هو ما استفاد. هسه اضربك مثال انا شخصيا، ما استفادت مثلا فائده ماديه، او مثلا ما اجيت اخذت مثلا فد منصب او فد شيء معين على لقاء مثلا شغلي هذا، ما عندي يعني تدرج وبالمناسبه اكو مثل رتبتي اعلى من عندي بكذا مره بالمنصب وبالاداب، بالمقابل يعني ما حصلين فد فائده اللي ببالك يعني، سوى التعب الجهد النفسي المشاكل اكيد حتى نفسيا واحد طبعا ما مستقر، لان الناس يخابرك يعني هسه يخابرك اذا سمعت الرسائل اللي عندي او التواصل اللي يوصلني الرسائل اللي توصلني يعني اعتقد تقول لي انت يعني على شنو انت باق بهذا، على شنو انت تشتغل على الموضوع. بس هي صارت اعتقد هو هم عدوى الانسانيه هم صار هو مشكله هذا الموضوع. خليني اسال سؤال بسيط الاجابه عليه بسيطه بعدها اختم ويا استاذ هشام. انت من البدايه كنت رايد تكون بالسلك العسكري ضابط؟ يعني احنا بدايتنا كملنا بكالوريوس وقدمنا لدوره الضباط وتخرجنا رتبه ملازم وتدرجنا بالرتبه، وبصراحه يعني هي صدفه صدفه بس بالمقابل بالمقابل ايام الاعداديه فكرت انه ادخل كليه شرطه، بس قلت لا خليني اكمل اعيش البكالوريوس، لان خصوصا كانت انا خريج جامعه المستنصريه، المستنصريه حياه بحد ذاتها يعني، خصوصا يعني انا طبيت 2000 2001 المستنصريه، ذيك السنين كانت حلوه الجامعه تختلف عن هسه يعني هي صدفه صارت اي محطه صدفه. استاذ هشام كنت متوقع المكانه والتعاون الناس وياك بغض النظر عن الحكومات او بغض النظر عن السياسيين او غيرهم، كنت متخيل راح توصل لهذه النقطه اللي انت بها الان؟ يعني انا بصراحه على هذا الموضوع مو ببالي اصلا، لان انا اعتبر نفسي اب وعندي عائله وداري بهم، فما انتظر الناس تصير وياي تصير ضدي، يعني ما شفته كان الموضوع. ولكن من توسع المشروع وهاي وشفت كميه الحب وال الدعم صار اكو ثقل اخر على اليوم. اليوم الناس قبل كنت انا اقول الناس شيلها علي، شو انا اللي دا اركض ودا اسوي، بس اليوم لا، الناس دعمتني وتركض وياي وتدعي لي وتدعمني معنويا وماديا وتساهم ويا الاطفال وتساعدني بالتربيه وتكبر المشاريع مالتنا وتساهم بالبناء، فبالتالي اصبحت المسؤوليه لا، اليوم اصبحت وكانه اشبه بالموظف. لا والله حتى مو موظف، انت حتى سكنك باعتبار قاعد بالدار نفسه. انه الموظف انه لازم فرضا عليه هو عقد بينه وبين الدوله انه انت تقدم خدمه هالقد وتاخذ تاخذ عليها اجر. اي فايش قمت اشوف نفسي لا، اليوم انا موظف عند المجتمع، لان يعني المجتمع حملني مسؤوليه، قال يابا انت قلت ساعدوني ودعموني معنويا وماديا وادعوا لي وانا استمر، واحنا بدنا نسوي لك هاي الاشياء، فما عليك الا ان تستمر. اقول الحمد لله والشكر، احنا اليوم وصلنا الى مرحله انه المؤسسات الحكوميه واقفه ويانا وتسمع لنا وتسهل امور كثيره. اريد اعرف بمختصر دار المسنين شنو اللي صار به حاليا؟ يعني كل الشكر والتقدير دوله رئيس الوزراء والسيد امين العام لمجلس الوزراء وللاخ العزيز اشرف الدهان مدير دائره المنظمات الحكوميه غير الحكوميه غير الحكوميه عفوا اللي وقفوا وياي بهذا الملف بالذات، وقدرنا نحصل قطعه الارض بعد ما حاول شخص يستولي عليها وخصصنا مبلغ البناء. هذا الدار ما راح يكون دار تقليدي لكبار السن ولو الوقت ما يسمح، ولكن هي يعني حاله حال الدار لا شخص صديقي منتسب رتبه عسكريه اجى طرح علي موضوع، قال لي انا بدي اشوفك عندي قضيه مهمه، قلت له تعال. قال انا عندي مشكله اريد احكي لك اياها، قال انا اروح 21 يوم 24 يوم اقاتل، يقول معارك وهاي والتليفونات ترجع علي، لو ابوي خابرني متعارك ويا مرتي ما مسوي له شغله، لو مرتي تخابرني تعال خلصني من ابوك. يقول مثلا ارجع للبيت احل المشكله، تعارك ويا المره اطرده تروح زعلانه ترجع المره، انه يقول ما انه بحاكي ابوي مثلا، قال لي يابا ليش يزعل الاب، فقال لي الحل شنو؟ فأنا رأسا خطر ببالي، قلت احنا المفروض نفتح دور يعني أشبه بالنوادي الترفيهية لكبار السن بعد 60 سنة، دور بتتوفر بيها يعني يجون يعني يقضي وقت بيها وقت طول اليوم بالليل يرجع المغرب العصر النادي يرجع. النادي اللي موجود نفس النادي الترفيهي
بي يعني هو الكبير السنشيري يحس بنفسه انه هو بعده بالمجتمع، تلفزيون موجود، ناس بعمره موجودين، موجودة طاولة ودومنة وشطرنج وكشيريد وموجود مسجد وموجود علاج طبيعي وموجودها. ففكرت قلت خلينا نسوي هيك شيء، خلينا نطلع من هاي الدور التقليدي، خلي يجي الشخص يقول يابا خلي ابو من الصبح للعصر واخذه. يعني هو راح يكون هذا الدار هيك، انا اتمنى يكون هيك ان شاء الله ان شاء الله. بس انا لك كل التوفيق، نجيب لك نجمع لك مجموعه واجيب لك راح اوديهم ذاك الدار القديم. كل التوفيق في عملك ورب العالمين ان شاء الله يسدد خطاك. و يعني احنا نامل انه يكونون اكثر من شخص يقتدون بيك في المجتمع، وبالتالي نشوف مجتمعنا بافضل حال. كل التوفيق لك. شكرا جزيلا سيادة العقيد، شكرا جزيلا لايصال هذه الصورة الجميلة عن الرتب العسكرية اللي موجودة عندنا، وشكرا جزيلا لحفاظك على كم هائل من الاطفال انهم من يروحون لطرق اخرى. شكرا جزيلا وبالتوفيق في عملك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا دائما نقول محطاتنا مستمرة وياكم، انتظرونا يوم غد بمحطة اخرى. الى اللقاء.